الحسين، يعني اليوم من يقف وراها برأيك؟ جهات سياسية عندها أيادي خفية اليوم بالعراق، هي تقف وراء الحادث غاية اليوم تأجيل العملية الانتخابية؟ طبعا عشان يعني يوقف وراها، هم ان شاء الله يقولون قضاء وقدر صار، غير قضاء وقدر. يعني أنت مستشفى اليوم قدر كمواطن مقتنع أنه هذا الحادث سبب تماس كهربائي؟ لا يا احنا مو كل شيء احنا مثل السالفه هسه اي شيء مذبب الكهرباء، شنو تماس كهربائي؟ يعتلون عنكم، يعتلون عنها، وين وزاره الكهرباء؟ وين ايش معنى الا هاي المستشفى؟ هاي اماكن كلية ايش معنى هاي المستشفى؟ ايش معنى صار مطين عن المستشفيات؟ قبل فترة المستشفى ببغداد وصار المستشفى بالناصرية. شو الموضوع؟ وليش ما قاعد تلاحقونهم؟ شو موضوع المستشفى؟ النسا وراح ووزير الصحة حسن التميمي قدم استقالة وطلع ورجع المنصبه مدير عام وقعد وسكت وهاي متهني وهاي المحاصصة. شوف الكاظم احنا ما نريد وزير الصحه يقال، ولا نريد وزير الصحه يطلع، احنا نريد محاسبه وزير الصحه. من 2003 الحدث شكو واحد مسك منصب وزير الصحه وزير كهرباء يتحاسب. انا شنو الفائده اليوم من جلطي منصب وزير الصحه مثلا وبعدين ذب استقاله وطلع ونفه له وانطيه منصب مدير عام هي درجه وزير؟ اللي وراه راح يجي نفس الحاله ما راح يشتغل. يعني استاذ يعني عادل، يعرف برأيك ماكو لا اليوم حساب ولا كتاب. وزير الكهرباء ووزير الصحة مقصر تجاه أبناء شعبه؟ كلهم مقصرين، مو بس وزير الصحة ولا وزير الكهرباء، زين، كل الوزراء بدون استثناء مقصرة. وكل الوزراء عليهم يكون الواحد الحساب يحاسبهم. ما استثني بيهم أي واحد. زين، مو كلهم وزير مقصرين. الكهرباء استجوب أكثر من مرة، يعني أكثر من وزير استجوب تحت قبة البرلمان، ولحد هذا اليوم ما عندنا نتائج الاستجواب. يعني اكو ما ملفات فساد يحترمهم ويكشفون عنها، بس يعني ما تظهر الوسائل ما الاعلام. زين، انا يحترمهم شو استفاديت من هذا الاستجواب؟ ما يحترمهم ما يحترمهم تدري ما يحترمهم ما ليش يعني ينفذهم ما يحترمهم؟ يعني شلون يعني شو السبب؟ مشاركين وياه بالفساد وبصفقات العقود ولازم عليهم دلائل. فهو ما فهو الدليل شم مره استضافوا مجلس النواب سوجوه وما راح. يعني ما يحترمهم، مشاركين وياه بالفساد وعنده عليهم دلائل. شوف واحد عنده دليل على الله، واحد يخاف يحاسب الله. لا تحاسب وزير الصحه فراح يتحاسب الحاسبه. كلها مشاركه بالفساد، ماكو واحد يخطب ما مشارك من الفساد. زين، احنا ليش وقت نبقى واحد يخاف من الثاني؟ انا يعني اليوم عندي ملفات فساد، اخاف افضح سين من الناس، خاف سين من الناس يفضحني. زين، احنا ليش وقت نبقى هيك بالعراق؟ يعني معناتها يوم اي سياسي فاسد بالعراق ما راح يتحاسب. ما حد ما يتحاسب. وهي سجديها الى لا لا فد يوم من الايام والايام القادمه شفتي مسؤول لا فلان يتحاسب. هسه راح يطلع لي واحد راح يطلع لي يقول لي لجنه احمد ابو رغيف تحيات لها يقول اعتقلت احمد الساعدي. وانا شو اصرخهم باحمد الساعدي مدير هيئه التقاعد؟ انا شو اصرخهم به؟ اعتقدته، اعتقل لي الحيتان الكبار الموجودين بداخل الوزارات وداخل، اعتقل لي ذولا. انا شو اصرخهم مدير التقاعد؟ شو اصرخهم ببركي؟ اعتقل لي الحيتان الحد هسه بعدهم قاعد يتاجرون بدم العراقيين ويبيعون بدم العراقيين. يعني برأيك اليوم استقالة وزير الصحة وأيضا مدير عام صحة ديقان ما قدم شيء لأبناء شعبه؟ قش ما قدم. طيب هسه وش قدم؟ بس احنا غير نعرف ايش قدم. الطبين المستشفيات ما بيها بس المغذيات وشوفين البزازين بيها. ايش قدم؟ ولا خلف الله عليهم المواطن يطول المستشفى يدفع باص ب 2000 دينار. يعني برأيك اليوم هاي موضوع الاستقالة ممكن هو هروب من المسؤولية؟ طبعا هذا هروب، مو بس هروب من المسؤولية، يحصل نفسه من المسؤولية على الانتقالية ويطلع لرئيس الوزراء مشكل لجنة تحقيق عفلة اللجان ما فيها ثلاثة حدث نسمع بها. يا يجي شكل لنا اللجنة الحدث واحنا اللجان مال 2017 و18 و16 ما عرفنا عليها شيء. نعرف اللجان هسه مال وقت الكاظمي. يعني شوف اخيتي العزيزه اقول في الشر واحب اوصل رساله. نعم، احنا مو كل شيء بالاعلام ما رئيس الوزراء ولا ما ابواق السلطه مالته ونطلع ناخذ بيه راس مال، ومو كل شيء يصير نطلع ناخذه.